بسم الله الرحمن الرحيم. لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الحفلة الميمونة وأساتذة الكرام وإخواني الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم في آيات عديدة نوح بشأن اللغة العربية، فقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أيها الإخوة الكرام، من عناية أعلام الأمة باللغة العربية قول سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها من الدين. هذا من الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. أبو داود عن العباد المسارعة يقول سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها تزيد من الدين. شعبة يقول: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. عبد الملك بن مروان يقول: أصلحوا ألسنتكم فإن المرء ذنوبه النائبة، فيستعير الثوب والدابة، ولا يمكنه أن يستعير اللسان، وجمال الرجل فصاءته. قال ابن فارس في قوله تعالى: خلق الإنسان علمه البيان، فقدم الله عز وجل ذكر البيان على جميع ما توحد بخلقه وتفرد بإنشائه من شمس وقمر ونجم وشجر وغير ذلك من الخلائق المحكمة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فقدم الله عز وجل ذكر البيان على جميع ما توحد بخلقه وتفرد بإنشائه من شمس وقمر ونجم وشجر وغير ذلك من الخلائق المحكمة. وقال تعالبي: من أحب الله أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب النبي العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نغل أفضل الكتب على أفضل العجم ولا عرب. وقال أحد العلماء: إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسان عربي، ولم يكن من سبيل إلى غبط الدين ومعرفته إلا بغبط هذا اللسان، وفصارت معرفته من الدين. كما قال عمر من إملاق الإسلام: تعلموا العربية فإنها من الدين. أتفق بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.